معاك مع البرازيل ونحط التساؤل انه هل البرازيل فعلا هي مرشحه للفوز بكاس العالم القادم في قطر 2022؟ وعايزين كمان نتكلم على اليسون بيكر لان الفار انقذه مرتين في المباراه من ان هو يخرج بكارت احمر يعني، وفكره الخروج اللي اصبحت احيانا بتعمل مشكله لي او لليفربول، وده الاهم على الاطلاق طبعا. خلينا نبدا من اول سؤال، البرازيل مرشحه ولا لا؟ طبعا تبقى البرازيل مرشحه في اي بطوله وفي اي تجمع ووفق اي حاله، ولو دخلت بمين هي مرشحه لاي بطوله تكون فيها في كره القدم. ماشي. البرازيل عندها دايما ثوابت تاريخيه ان هو المنتخب اللي بيمتلك دايما مهارات في كل الخطوط والقادر على تحويل اي موقف صعب لموقف سهل لما المهاره بتستثمر لخدمه الفريق. حلو. شفنا ده في الاولمبيات اللي فاتت مثلا على مستوى الفريق الاولمبي اللي كان مطعم طبعا ببعض اللاعبي الكبار وعلى راسهم داني الفيس، وازاي انه قد يكون من البدايه كان منتخب غير مرشح، او كان في بعض الاسماء زي اسبانيا مثلا اللي كان نفس الفريده اللي وصل لسيمي فاينال اليورو تالق بشكل كبير، لكن البرازيل في الاخر هي كانت البطل. في العديد من البطولات الثانيه على مستوى الكبار دايما البرازيل حاضره. الجيل الحالي الحقيقه عندهم في كل الخطوط لعيبه مميزه، نقدر نقول ان هم توب كلاس في فرقهم. نيمار هو القائد وهو الملهم وهو رمز الجيل، محتاج انه يتعامل مع كاس العالم الجاي بشخصيه مختلفه، لانه اعتقد ان وجود نيمار في الفورمه بتاعته هيساعد منتخب البرازيل، لان دايما منتخب البرازيل بيقدم فن ومتعه في كل البطولات، لكن دايما لازم بيكون عندهم نجم يلتف الجميع حواليه علشان يكسبوا كاس العالم. زمان كانوا 3 و4 و5. طبعا دلوقتي طبعا مقفله شويه. مفيش عشان كده مثلا على ارضهم لما كان نيمار المفترض كان هو رمز الفريق لكن كان بعيد عن مستوى وتعرض لاصابه وغيره في كاس العالم 2014 كانت البرازيل بعيده. نفس حلو. الحكايه كاس العالم 2018 ايضا ما كانش فيه نيمار، ما قامش بدور النجم الملهم. اذا نيمار قدر يعمل ده هي مرشحه بكل تاكيد. طيب ودينا بقى الكابتن.